افضل تشكيل من وجهة نظرك يعني المباراة بكرة؟ شايف المفروض يكون في مثلا تغييرات على التشكيل معينة؟ يعني ايه التشكيل المثالي اللي ممكن موسيماني والله يلعب بصي بيه احنا مباراة مش هنقدر بكرة؟ نتكلم خلاص، الشناوي الموضوع بالنسبة له ما طبعا شاء الله عليه يعني، محسوم. ربنا يحميه. اه طبعا برضو الأربعة اللي ورا ساعات ياسر بيخش مكان أيمن أشرف، برضو بصراحة بيبقى كويس لما بيخش، لكن الأربعة اللي ورا خلاص يعني هاني ومعلول وبنون معاهم ياسر أو أيمن ما بتبقاش فرقة كتير، لكن طبعا في الماتشات دي لو أيمن موجود بيقدر يبدأ من تحت كويس. سولية وديانج بتهيألي لو هيبقوا هما الاتنين قفشة قدامهم يعني الشحات انا شايف محمد شريف برضو ماشي كويس ولازم يرجع تاني لمكانه، لان هو لما بدأ في الاول وكان بياخد بصفة مستمرة كان بيقدر يهدف. الفكرة كلها ان اللعيب اللي فايق لازم يفضل موجود. شفنا حاجات ما عجبتناش يمكن كتير، منها موضوع محمد شريف، منها موضوع يمكن ديانج شوية برضو لما جه في الاول وكان مميز مع فايلر خصوصا الفترة الاولانية لانه كان بيلعب باستمرار. اللعيب لما بيقعد شويه وبيبعد شويه الدنيا بتبقى مذبذبه شويه في الاداء، فلازم نثبت شويه التيم عشان موضوع التذبذب في المستوى ده.